مرحبا. أهلين. كيفك؟ منيحة، وأنت كيفك؟ منيح الحمد لله. عم تشوفها ولا لا؟ مين؟ لا تغشم حالك، فهمت علي؟ المريضة الحلوة إلي شبك؟ لا ما عم شوفها. وأنت؟ أنا شو؟ سهيل بيك أمتى رح يجي على الفحوصات؟ ليش عم تحكي هيك أنت؟ احكي. بصراحة مو مهتم بحاله ولا حاططني بباله، يعني بظن انه ما رح شوفه بنوب، واكيد ما رح روح لعنده. بس انت شغلتك سهلة لانك رجال. انا برأيي فيك تحاكيها وتعزمها على شي مكان. نحن الاثنين ما رح تزبط معنا، تعي نقعد نواسي بعض ونحكي عن مشاكلنا، مالنا غير هالحل. روحي على شغلك. يلا. يمكن هيتذكرك فيني بعدين. إذا رجعت تركتني ورجعت هربت مني، أنا ما رح أقدر أعيش التجربة مرة تانية. وحياة عيونك عندي، أنا ما رح أتركك لو شو ما صار يصير. إذا هلا جبنا لنا شي 100 قطعة قديش بيعملوا؟ قديش؟ ليرة ونص؟ 15 ليرة. هاي مناح. ايه مناح. ما إلين إلين
إيلين أمي، روحي اطلبي الإسعاف بسرعة. إيلين أمي، دخيلك ردي. إيلين ألو. ألو. مرحبا، إيلين خانم موجودة؟ أنا الدكتور طارق. دكتور، دكتور إيلين وقعت، إيه من على الدرج وقعت. دكتور عم تسمعني؟ الحقنا، الحقنا بسرعة. أنا جاي فورا. بس شوي. كتير منيح. جروحك عم يطيبوا. الحمد لله. مع هيك ما كان لازم تطلع من المشفى. ضروري تجي بهالفترة على المشفى لنعمل لك صورة تانية لكل جسمك. يعني شو بدك تساوي؟ مجبور تجي هالمرة. ماشي. إذا مشان الصورة بجي، بس المهم ما أقعد بالمشفى وقت كتير. ماشي. بكرة فيك تجي؟ إن شاء الله. ممتاز. يسلم سليمان. تعرف بيتك حلو كتير، حلو وكبير، بس أكيد العيشة فيه مملة. أنا مالل من كل شيء أكتر ما بتتخيلي يا دكتورة. عن جد؟ إيه؟ ما بعرف إذا في مجال أسألك سؤال شاغل بالي كتير. طبعاً، شو؟ جيتك على بيتي ومعاينتك لألي كتير خلوني استغرب. يعني إذا المشفى بتقدم هالخدمة لكل مريض، رح أعترف لك إنه أنا كتير مصدوم بالرقي والحضارة اللي وصلنا لها بهالبلد. تفضل. وصلني خبر. عن جد؟ شو هالخبر؟ السفينة تبعنا قربت تصل بعد شوي. طيب أنا رايح لهنيك فورا. أنا كمان بيجي معك. ماشي. أيوة. هلو علي، علي إلين وقعت، وقعت من على الدرج. وإجا الدكتور وأخدوها على المستشفى، وجميلة راحت معهم كمان. ماشي امي، انا رايح لهنيك فورا. خير، شو الموضوع؟ كنا بك انا مضطر على المشفى. ايلين بنتي وقعت واخذوها لهنيك. معفاي ان شاء الله، فيني ساعدكم بشي؟ لا يسلموا، رح حاول اجي على المينا. انا رح روح، لا تاكل هم. ماشي.